السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. أهلا بكم السنة الستة في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض حل وشرح منهج الإنجليش كونكت 6 من كتاب بيبيت المول 2025 طبقا لعدد التعديلات المصر. بنكمل مع بعض يونت 1 جرين سيريز، والنهاردة معانا آخر فيديو في الوحدة. عندنا النهاردة إن شاء الله نشرح حل تدريبات ليسون 4، وكمان نحل اختبارات شاملة على اليونت. تمام، هنبدأ بليسون 4. عندنا رايتنج بنمبر 47 صفحة أولاد 47. يتولد تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك مس هبة رجب علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بذكرك يا ولاد هتلاقي في قائمة التشغيل الصف السادس بنشرح من ايه، من بيت والمعاصر وجيم. في اي حاجة محتاجينها موجودة هناك في قائمة التشغيل. يلا بينا نبدأ. عندنا بيت نمبر 47 صفحة 47. تمام، الكيف وكيف بتاعت الدرس الرابع بيقول ايه بقى؟ حديقة عامة كبيرة في ادنبرا دي في اسكتلندا اسمها زميدوز. زميدوز زميلز. الدور الثالث يعني ثيرد فلور. ثيرد فلور التي اتش بتجيب س. ثيرد فلور. الجانب الاخر ذا اذر سايد. ذا اذر سايد منظر طبيعي. ا جريت فيو. ا جريت فيو. ا جريت فيو. مسافه ديستانس. 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 قلعه ادنبرا. ادنبرا كاسل. التي سايلنت وينفع تتنطق ادنبرج والجي اي والاتش سايلنت. تمام، ادنبرج او ادنبرا. دافئ وارم. وارم خصوصا especially والسي اي بتجيب شين especially. على سبيل المثال for example for example for example. اسكتلندا الجنسية سكوتش. سكوتش. عصيدة او طعام تحلية بورج. بورج ده اكلة مشهورة في اسكتلندا. عسل هاني. هاني تقليد عائلي يعني family tradition. family tradition. يبقى زميدوز زميدوز. third floor third floor. the other side the other side. a great view a great view. distance distance. ادنبرج او ادنبرا كاسل. warm especially for example. scotch scotch. porridge porridge. honey honey. family tradition. طبعا اهم الجمل اللي عندي في الدرس بيقول لك how are things with you، دي جمله افتتاحيه في الايميل كيف حالك. بعد كده our apartment is in the city center. شقتنا في وسط المدينه. it's on the third floor. انها في الطابق الثالث. we have a great view over the trees. لدينا اطلاله رائعه على الأشجار. please use the park أو people use the park a lot for sports and meeting friends. يستخدم الناس الحديقة كثيرا لممارسة الرياضة ومقابلة الأصدقاء. there are lots of things I miss about Egypt. هناك الكثير من الأشياء التي أفقدها في مصر. Scottish food الطعام الاسكتلندي is okay about but Egyptian food is better. لكن الإيه الطعام المصري أفضل. for example على سبيل المثال for breakfast a lot of Scottish people eat porridge. الناس بتاكل ايه عصيدة في الافطار في اسكتلندا. I really miss my favorite Egyptian breakfast full مدمس. افتكر جدا افطار المصري المفضل وايه ولاد الفول المدمس. the people here are nice and I have a lot of new friends at school. الناس هنا لطيفون ولدي الكثير من الاصدقاء الجدد في المدرسة. How to write an informal email. ازاي نكتب ايميل غير رسمي. ندرس في هذا الدرس كيفية كتابة البريد الالكتروني غير الرسمي حيث يبدأ بايه يا اولاد. عبارة افتتاحية opening phrase hello او hi. hello او يا اولاد او hi. تاني حاجة تعبير ودود. هقول a friendly expression. هقول hey how are you او how are you doing او how are things with you. how is it going. what's up with you. I hope you are well. دي كلها عبارات افتتاحية. نكمل. Or if you are responding to an email that your friend sent you, you could say. لو انت بقى بترد على ايميل حد بعته لك وانت بقى بترد عليه ان ايميل جالك قبل كده سابق وانت بترد عليه تقول ايه؟ Thanks for your email. شكرا على رسالتك. It was great to hear from you. I enjoyed reading your email. استمتعت بقراءة ايميلك. Opening sentence وجمل افتتاحية. I just wanted to let you know. أنا بس عايز أعرفك حاجة. I'm writing because. طيب ال informal expressions تعبيرات غير رسمية. A really cool park. Hope you are doing well. Request to reader لو أطلب طلب من القارئ. Please write back soon. من فضلك اكتب لي قريبا. Closing phrase جمل ختامية وعبارة ختامية. Lots of love مزيد من الحب. See you soon أراك قريبا. Can't wait to hear about. لا أستطيع الانتظار لكي أسمع عن. love واكتب اسمي مع حبي. all the best your name برضو ايه
محافظة الأماني، واكتب برضو اسم. كل ده ايه؟ عبارات موجودة في الايميل وخدناها قبل كده. ده ايميل تو يعني الى، فروم يعني من، وسبجكت اللي هو عنوان الرسالة. تو بكتب جنبها ايميل الشخص اللي بعت الايه، اللي بعت له الرسالة. تو رامي، بعت لي رامي، فالايميل ده بتاع رامي. فروم من حسن، فالايميل ده بتاع حسن. العنوان بيرس ريبارت، حفل عيد ميلاد. او ده الايميل بتاع بايه، هاي او دير، واسم الشخص. بعت لي رامي، تبقى هاي رامي. هاو از ات جوينج، او هاو ار يو. ثانكس فور يور سيندينج مي ذا فوتوز اوف يور هوليداي، شكرا لانك بعت لي صور اجازتك. ات لوكس لايك يو هاد ا جريت تايم، ده باين كده ان انت عندك ايه، ان انت قضيت وقت رائع. هاو از يور فاميلي، كيف حال عيلتك؟ اند وات اباوت يور بيت، وماذا عن ايه، حيوانك الاليف. I am sorry that I couldn't get to your birthday party. آسف إني ما جيتش حفل عيد ميلادك. I was really busy. أنا فعلا كنت مشغول. Thanks for the invitation. شكرا على الدعوة. Can you send me some photos for the party؟ ممكن تبعت لي صور الحفل. I'd love to see how it all went. عاوز أشوفك كانت الحفلة دي عاملة إزاي. I can't wait until you come to visit in March. مش قادر أستنى زيارتك في مارس. Do you know how long you will stay؟ ما تعرفش المدة اللي انت تقعد عندك قد ايه. I'll try to think of some fun things to do. حاول افكر في اشياء ممتعة نعملها مع بعضينا. See you soon. اراك قريبا. All the best. حسن المعاطب، الامنيات حسن. Read دنيا's email to her friend ليلى. ارى الايميل بتاع دنيا بعتها لصاحبتها ليلى اللوكسر في الاقصر. What two things does she miss about Egypt؟ ايه بقى الحاجتين اللي دنيا مفتقداهم ووحشاهم ايه، وحشينها ايه في مصر؟ هنقول شي misses the north and the north. انا عارفه وحشه ايه اولاد الويذر، الطقس، الطقس الدافئ في مصر. وحشها الايه، الايجيبشن فود اللي هو الطعام المصري. تو ليلى، ده الايميل بتاع ليلى. فروم، من مين؟ من دنيا بعت لها. من اللي بعت؟ دنيا بعت ليلى. بتتكلمها عن ماي نيو لايف ان سكوتلاند، حياتي الجديده في اسكتلندا. هاي ليلى، مرحبا ليلى. هاو ار ثينجز ويز يو، كيف الامور معك؟ اي ام فاينال ان سكوتلاند ويز مام اند داد، مام داد اند هاني. انا اخيرا في اسكتلندا مع ماما وبابا وهاني. It's really interesting. الامر ايه، مثير حقا. Our apartment، الشقه بتاعتنا، it's in the city center. الشقه بتاعتنا وسط المدينه، just next to a really cool park، جنب ايه، حديقه رائعه، ايه called the meadows، اسمها ايه، meadows او المروج. It's on the third floor، شقتنا في الطابق الثالث. And the park is on the other side of the street، والحديقه على الجانب الاخر من الشارع. تمام. So we have a great view over the trees، عشان كده عندنا إطلالة رائعة على الأشجار اللي في الحديقة. People use the park a lot for sports and meeting friends، الناس بتستخدم الحديقة لممارسة الرياضة ومقابلة الأصدقاء. So there is always something to see there، عشان كده في حاجات كتير ممكن تشوفها هناك. In the distance، على بعد مسافة طويلة، we can see the famous Edinburgh Castle، هنشوف ايه، قلعة ايه، Edinburgh. Two. I like Scottish، بحب اسكتلندا، بحب اسكتلندا. But there are lots of things I miss about Egypt، في حاجات كتير وحشانة في مصر. أولها إيه؟ The warm and sunny weather، الطقس المشمس الدافئ، لأن الجو ده مش هناك أصلا. It's never here hot here، لأن الطقس مش بيكون أبدا حر هنا، دايما برد هناك. And especially the food، وخاصة كمان وحشني الطعام. Scottish food is okay، الطعام الاسكتلندي رائع أو جيد. But Egyptian food is better، لكن الطعام المصري أفضل بكثير. For example، على سبيل المثال، for breakfast a lot of Scottish people eat porridge، كثير من او ايه الناس على الفطار في اسكتلندا كتير منهم بياكل ايه اولاد، حاجه اسمها العصيده بوريدج. They usually make it with milk، بيعملوها باللبن. And they sometimes put honey، يقولوا تحط عليها ايه، عسل. But I don't really like it، لكن انا حقا مش بحبها. I really miss you، I really miss my favorite Egyptian breakfast، انا ايه بفتقد طعامي المصري المفضل. فول المدمس، الفول المدمس. The people here are nice، الناس هنا في اسكتلندا رائعين. And I have a lot of new friends at school، وعندي أصدقاء جدد في المدرسة، جدد في المدرسة. I often go to my friend Rauna's house، أنا غالبا بروح مع صاحبتي راونا بيتها after school، بعد المدرسة. بنعمل إيه؟ We study together، بنذاكر مع بعضينا. And sometimes أحيانا we watch TV in English، بنشاهد التلفزيون باللغة الإنجليزية. Please write back soon، من فضلك اكتب لي قريبا. And tell me all the news from home، اكتب لي كل الاخبار من الايه، من الوطن. lots of love، مع مزيد من الحب دنيا. دي رساله دنيا بعتها لصاحبتها ريلا، بتحكي لي على اسكتلندا. بيد نمبر 50، تدريبات الدرس ايه يا اولاد الرابع. choose the correct answer from A B C or D. I have a lot of new
at school I love them all، بحبهم كلهم. من دول فريندز أصدقائي، توميتو الطماطم، ليجز ولا أبارتمنت طبعا فريندز. In Egypt في مصر، most people معظم الناس eat not for breakfast، في مصر بنفطر بإيه؟ كاروتس ولا توميتوز ولا فول مدمس ولا بينز؟ طبعا بنفطر بالفول المدمس. I don't meet my friend for a long time، ما قابلتش صديقي منذ زمن بعيد. I not him so much، I see him ولا miss افتقده. درو يرسم الصبح يوقف، طبعا miss افتقده، يفتقد يعني الحاجة دي وحشاك. Our apartment is the third floor، طبعا on the third floor يعني في الطابق الايه الثالث. بعد كده put the words in the correct order. How are things with you؟ Our apartment is in the city center. It's on the third floor. We have a great view over the trees. They usually make it with milk، بيعملوها باللبن. 51 write an email of 50 words to your friend Amir، عاوزين نبعت لأمير يا ولاد وتقول لهم about عن ايه the things you miss about ايه، حاجات وحشاك في مصر، بدل الـ تبقى I وده كده يا ولاد السبجكت. تمام، احنا بعتين لمين يا ولاد؟ لأمير، يبقى هاي أمير. بعد كده your name is وليد، وليد اكتبها فين؟ هنا، love وليد، مع حب وليد. طيب الايميل بتاع امير اهو اللي احنا بعتله، تبعته امير، وانا وليد، يبقى ده ايميلي فروم يعني مني انا، نحطه هنا، ده مجاب عنه في اخر الوحده، تلاقي الايميل ده مكتوب يا ولاد في نهايه الايه الوحده. البانكتويشن عامل اتش كابيتال آخر question mark. Egyptian food is good، حط ايه النقطة. تمام، الايميل موجود بالنمبر 54 صفحة ايه ولا صفحة ايه 54. تمام، ادي الايميل اهو، هتلاقوه مكتوب هنا 55 56. الازهر تيست، اختبار خاص بالازهر، read and complete the dialogue، هنحل بقى اختبارات شاملة على الوحدة كلها. sell يبيع، them ده ضمير معناه ايه، هم او يعود عليهم على الجمع، جرو يزرع، دو يفعل، لوك ينظر. جود مورنينج عاصم، قال له جود مورنينج احمد. دو يو نوت فيجيتابلز اند فروتس ان يور جاردن، دو يو جرو، بتزرع خضار وفاكهه عندك في الحديقه؟ قال له يس اي ها دو. قال له وات دو يو دو ويز نوت، بتعمل ايه بالزم، بتعمل بيهم ايه اللي بتزرعهم دول؟ قال له يوجوالي ايت اور سيل زم، بناكلهم او نبيعهم فين يا ولاد؟ ان ذا ماركت. قال له you should look after these trees، يجب أن تعتني بهذه الايه الأشجار. قال له you are right، أنت على حق. read and circle the odd one out and replace it with a correct one، الكلمات دي فهم كلمة مختلفة، نطلعها ونجيب كلمة بديلة ليها تمشي مع الثلاثة التانيين. سيرس عطشان، سن نحيف، سيك مريض باص أتوبيس، دول كلهم صفات، هنقول مثلا ايه good، أي صفة بقى. always و play و usual و sometimes، adverse of frequency هقول طبعا ايه never. potatoes onions roof lemons، خضروات او فواكه، والtomatoes harvest وplant وapartment وبلي، دول كلها verbs افعال، يجري run. silent صامت، empty فارغ، forest غابة، صاني مشمس، forest عشان ايه اسمه البين ايه ولاد صفات، مثلا طويل طول. choose the right answer، we often fish eat eating eats doesn't eat، we often يا ولاد eat fish، فعل في المصدر مع الوي والزي واليو بدون اضافة. early spring is the best، بداية الربيع هو افضل ايه season، افضل فصل to not seeds in the ground، عشان نعمل ايه البذور في الارض، harvest ولا sell ولا plant ولا بلي، طبعا plant نزرع. the weather is usually، الطقس ماله، in Egypt in summer، طبعا بيكون ايه يا ولاد، بيكون cold ولا rainy ولا sunny ولا small، الطقس طبعا بيكون sunny in ايه in summer. I not often see my school friends at weekends، بنعمل ايه يا ولاد، see my school friends at the weekends، انك تشوف اصدقائك في عطلة نهاية الاسبوع. don't
ولا doesn't ولا didn't ولا am not. طبعا I am family ولا don't. I don't often. مش بشوف أصدقائي في عطلة نهاية الأسبوع. 57. There is our and not line near my house. في خط ايه جنب بيتي. But there aren't any trains using it now. مفيش أي قطارات بتستخدمه. Railway line خط سكة حديد ولا airport مطار ولا bus stop محطة أتوبيس ولا تاكس. طبعا مفيش ايه أي خط سكة حديد عشان ايه خاص بالقطارات. We use not to kill insects that eat the crops. بنعمل ايه او بنقتل الحشرات بايه اللي بتاكل المحصول. بنقتلها بلاندس ولا كروبس ولا كيميكالز ولا بتيتو. طبعا بالكيميكالز. We know our vegetables in the market. بنعمل ايه الخضار في السوق. بليه يلعب سيل يبيع فيل يطعم ولا بيرن يحرق. طبعا سيل يبيع. They don't like fish at all. مش بيستخدموا او ايه مش بياكل السمك ابدا. They not eat it. Always ولا often ولا never ولا once. طبعا مش بياكلوه ابدا يبقى never. We not healthy food, unhealthy food. الطعام الغير صحي احنا بنعمل له ايه. Never eat, eats never ولا eats ولا doesn't eat. طبعا we never eat مش بناكله ابدا. نيويورك a lot of green spaces. هنقول ايه يا ولاد نيويورك ايه has عشان دي ايه مفرد. Read the text and answer the questions. My name is احمد. انا اسمي احمد. There are four people in my family. عيلتي فيها اربع اشخاص. My father و my mother و my sister and me. بابا وماما واختي وانا. My mother goes shopping every week. ماما بتتسوق كل اسبوع. We have a roof garden. عندنا حديقة على السطح. We plant onions and tomatoes and potatoes. Sometimes we plant fruit. We use natural fertilizer. بنستخدم سماد طبيعي. Roof gardens help clean the air in the city. بيساعد في تنظيف الهواء في المدينة. How many people are there in the family? There are four people in A in the family. يبقى دي A. One. When does the mother go shopping? بتروح السوق امتى او تتسوق. Every week. يبقى دي A. Two. How does the roof garden help the city? ازاي الحديقة بتساعد الايه اولاد المدينة؟ لان roof garden help clean the air. بتساعد في تنظيف الايه الهواء. طيب choose the correct answer. We plant onions and not. بيزرعوا ايه اولاد onions وايه تاني؟ قال لك onions و tomatoes و potatoes. يبقى tomatoes. We use not fertilizer. بيستخدموا ايه ولاد natural fertilizer. الترتيب green areas help people enjoy nature. Where do you grow lemons? We don't like fish at all. It's on the third floor. We have a great view over the trees. Write a short paragraph of 5 sentences about. هنتكلم على اولاد my apartment. ده موجود في نهاية الوحدة زي ما قلنا صفحة اولاد 54. تتكلم على ايه الشقة اللي انت عايش فيها زي ما خدناها السنة اللي فاتت. بعد كده 59. Test on unit 1. تدريبات او ايه اختبار على الوحدة الاولى. Listen and circle the correct answer from A, B, C or D. طبعا يا اولاد نص الاستماع موجود في نهاية الكتاب. تمام؟ وانا مش معايا صراحة النسخة بتاعت الكتاب. انا بشرح لكم من البي دي اف اللي نازل على الانترنت. فاحنا هروح لنهاية الكتاب هنشوف نص الاستماع هناك ونختار الاجابات الصحيحة عن بنت اسمها ايه هالة. السؤال التاني choose the correct answer from A, B, C or D. You can use old coffee as a natural nut for plants in your garden. ممكن نستخدم القهوة القديمة كايه طبيعي لزراعة النباتات. Trunk ولا stalk ولا fertilizer ولا chemical. طبعا natural fertilizer سماد طبيعي. I prefer to eat fruit that is natural and organic with no. بنحب الطعام الطبيعي العضوي اللي من غير ايه يا ولاد بدون كيميكالز with no chemicals. The Nile Delta Delta النيل have very fertile farming areas. فيها مناطق ايه يا ولاد خصبة للزراعة. And the people not rise there every year. والناس بتعمل الرز من هناك كل سنة. Harvest بيحصدوه. Destroy يدمر. Turn ولا look. طبعا يا ولاد ايه harvest. Not are people who work with without getting money. يعمل بدون أن يتقاضى نقود. Engineers ولا farmers ولا volunteers ولا teachers. طبعا دول volunteers. You don't complete the tickets with words in the box. Volunteers متطوعين. Market soon. Tomorrow غدا. Green أخضر. Vegetables خضروات. We need more community gardens. The community garden is a big green space. هي مساحة خضراء كبيرة. On the roof of an apartment block.
The people who work are all volunteers. كل من يعمل هناك ايه؟ ولاد متطوعين. From the neighborhood. They grow بيزرعوا ايه؟ vegetables خضروات. To eat and sometimes they sell them in the market. بيبيعوها فين؟ في السوق. Read the text and answer the questions. I am مها، أنا اسمي مها. I am 14 years old، عندي 14 سنة. When holidays في الأجازات I help my family and my friends at our community garden. بساعد في الأجازة عيلتي وأصدقائي في حديقة المجتمع. On the roof of our apartment block على سطح عمارتنا we have a big green space. People in the neighborhood volunteer to help and grow vegetables with us to eat. ناس بتساعدنا من الحي الساكن عشان نزرع الخضار وناكله. We usually grow tomatoes, peppers, onions and lettuce. Sometimes you also plant fruit trees like lemons and dills. It's amazing to grow your own food. Choose the correct answer. The underlined word grow. Word grow. يعني ايه grow يا ولاد؟ draw ولا cut ولا plant ولا need؟ طبعا grow معناها يزرع، plant معناها يزرع، يبقى يساوي بعض. The main idea of the text is healthy habits، عادات صحية، sports ولا community garden ولا my favorite game؟ طبعا community garden. Lemons و ايه؟ هي الأشجار اللي بيزرعوها are the fruit trees they plant. Lettuce ولا dates ولا potatoes ولا mangoes؟ طبعا ايه ولا dates. Answer the following questions. How do people help the community garden؟ ازاي الناس بتساعد في community garden يا ولاد؟ قالك they grow vegetables، بيزرعوا ايه فيها يا ولاد؟ الخضار. اجابة السؤال ايه؟ الرابع. قالك when does ما help her family، بتساعد عيلتها امتى؟ في الاجازة on holidays. تعالى بقى نرتب. our neighbors جيراننا are friendly and helpful. Where do farmers grow rice؟ أن الفلاحين يزرعوا الأرز. I miss our food so much. 61 تصحيح الخطأ. ندى sometimes. ندى بتاخد فعل بالاس، تبقى watch، تبقى watches، ودي بتاخد اس لان اخرها ايه ولاد؟ سي اتش. تمام. football matches on TV. he never is دايما فيرب تو بي يسبق ظرف تكرار، تبقى is never. he is never late for school. punctuation like small نعملها اي كابيتال. I love my country Egypt. طبعا Egypt عشان دي دولة، نعمل اي كابيتال وفي الاخر ايه نقطة. write a paragraph of 50 words using the following guiding elements. هنتكلم على your community garden، حديقة المجتمع. ده قلنا في اخر كتاب برضه صفحة ايه ولاد؟ 54 و55. كده يا ولاد انتهينا من ايه؟ شرح الدرس الرابع، اخر درس معانا في يونت 1، وكمان حلينا تدريبات او اختبارات شاملة على الوحدة كلها. الفيديو الجاي ان شاء الله نبدأ مع بعض كده الوحدة التانية ان شاء الله يونت 2. اي حاجة محتاجينها موجودة في قائمة التشغيل الصف السادس، بت والمعاصر وجيم. ادعمونا بلايك وشير للفيديو يا ولاد، واشتراك في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك مس هبة رجب عشان نوصلكم ان شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.